محمد غير معروف نهائيا يعني في تونس وحتى ولو في العالم، لا يعرف أحد إلا قلة قليلة. بقت ولد قصص، كل واحد حاب يعمل قصة وعينة. ידיעה שמגיעה ערב מתוניסיה, התנגשות מסורתית מסתורית במהנדס שעסק בבניית מטוסים ללא טייס, הוא נורא מיריות מטווח קצר לערב, לעבר רכבו. אנחנו נעשה בצורה הכי טובה שאנחנו יודעים לעשות, להגן על אינטרסים שלנו, ואם מישהו שם נהרג בתוניסיה, אני מניח שלא היה, אתה יודע, שוחר שלום ידוע. לא היה מועמד לפרס נובל לשלום. מי חיסל את מדען המלאטי מוחמד א-זוארי בתוניסיה? האם לוחמים של המוסד חדרו למדינה, עקבו אחרי האיש וחיסלו אותו מטווח אפס? في مدينة أشدود صباح هذا اليوم، لحظة اعتراض هذه الطائرة وهذا الجسم في سماء إسرائيل. طائرات فلسطينية من دون طيار تطلقها كتائب الشهيد عز الدين القسام، حيث أظهرت المقاطع طائرة تحمل صواريخ صغيرة، ما يؤشر على نقلة نوعية في قدرات المقاومة. الأهم قالته إذاعة الجيش الإسرائيلي، إذ لفتت الانتباه إلى أن حماس صارت تمتلك القدرة على تصنيع هذه الطائرات قبل أن يمتلكها أي من الدول العربية. في 15 من ديسمبر كانون الأول عام 2016 وقعت عملية اغتيال التونسي محمد لزواري، مهندس المشروع الأكثر تحدياً للكيان الإسرائيلي، لتفتح حادثة اغتياله واحداً من أكثر الملفات حساسية لحماس ولإسرائيل، مشروع الطائرة بدون طيار. على بعد آلاف الأميال أقلق المهندس محمد لزواري أمن إسرائيل وتحداها في مشروعها الأهم، الطائرات بدون طيار. لفهم هذا الملف كان لابد من البحث والاستقصاء والوصول إلى من رافق محمد في مشروعه وعمل معه لأكثر من 10 سنوات. بعد محاولات مكثفة استجابت كتائب القسام الذراع العسكري لحماس لطلبنا بفتح هذا الملف فائق السرية. وافقت الكتائب بشروط أمنية خاصة بها على إجراء اللقاء مع رفقاء محمد لزواري في الوحدة الخاصة بهذا المشروع. كيف تعرفتم على محمد لزواري وما هي قصة التحاقه بكتائب القسام؟ في مطلع العام 2006 بالتحديد تم تجنيد الأخ محمد لزواري في صفوف كتائب الشهيد عز الدين القسام. كانت لديه قدرات علمية فائقة في مجال الهندسة الميكانيكية وفي مجال الحاسوب، إضافة إلى اكتسابه خبرة في مجال التصنيع في إحدى الدول العربية، ومن هنا كانت لديه مقومات للتعامل مع أي مشروع يطلب منه المشاركة فيه. وحينما التحق محمد بكتائب القسام كان المشروع ما زال في مراحله الأولى، إذ كان فريق العمل يجري تجاربه الأولى على نماذج بدائية صغيرة للطائرات بدون طيار، ولكن التحاق محمد بهذه الوحدة الخاصة شكل دفعة كبيرة ونقلة نوعية للمشروع. في هذه المشاهد الحصرية التي تعرض لأول مرة نكشف عن النموذج الأول لمشروع كتائب القسام للطائرات بدون طيار الذي عرف باسم مشروع الطائرة العراقية، حيث كان لمحمد لزواري دور أساسي في الإشراف عليه وتطويره مع فريق من كتائب القسام.
ما هي المعلومات عن مشروع الطائرة العراقية الذي أشرف عليه محمد الزواري؟ مشروع العراقيين بدأت حكايته مع شهيد محمد الزواري من خلال أحد الضباط الكبار في الجيش العراقي، والذي حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد، وكان مشروع التخرج لديه هو إنتاج نموذج لطائرة بدون طيار، وكان قد أطلق عليها مسمى SM، وهي الحرف الأول من اسم الرئيس العراقي صدام حسين، والحرف الأول من اسم الضابط نفسه. وبدوافع العقيدة الوطنية التي تربى عليها هذا الضابط والتي تمثل فلسطين أحد العناصر المهمة فيها، أيضا بما أنه متأثرا بالمشاعر الجياشة للشعب العراقي بكل مكوناته تجاه فلسطين، قام هذا الضابط العالم بوضع كل ما في جعبته حول الطائرات بدون طيار بين يدي كتائب القسام وفريق العمل الذي كان الشهيد محمد الزواري رحمه الله على رأسه. وقد انتهز أخونا محمد هذه الفرصة الكبيرة لتلقي أقصى درجة المعرفة من هذا الضابط. نحن نخنسים לסמטה. בבית השני מצד שמאל גרה משפחת הזוואר. היום התברר כי יעד החיסול... في هذا التحقيق تمكنت من لقاء الصحفي الإسرائيلي مؤاف فرداي الذي أثار جدلا كبيرا في تونس، حيث تمكن من تضليل الأمن التونسي وأجرى تقريرا من أمام منزل محمد الزواري في صفاقس بعد اغتياله. مؤاف، ماذا عرفت إسرائيل عن محمد الزواري؟ وفق ما نعرفه، فقد ترأس محمد الزواري المشروع الذي كان يفترض به منح حماس قدرات طائرات بدون طيار ووسائط بحرية غير مأهولة، غواصات مثلاً، بدون قوى بشرية فيها، مما لا شك فيه أن الزواري كان لديه معلومات تكنولوجية قيمة لم تكن موجودة في قطاع غزة ولا في أماكن أخرى، الأمر الذي جعل منه شخصية مهمة وذات قيمة بالنسبة لحماس. قادتني شخصية محمد الزواري إلى أزقة مدينة صفاقس حيث نشأ. التقيت هنا بصديقه الأقرب محمد الصامت. متى تعرفت على محمد الزواري؟ تعرفت على محمد الزواري بالمدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس، كنا طلبة. محمد كان أيقونة، كان فطن، كان متفوقا في كل المجالات، أين محل يحظى بمحبة كل الناس. هل عوقب الشهيد محمد الزواري على حراكه الطلابي أثناء الجامعة؟ بطبيعة الحال، محمد الزواري وقع منه باستكمال وختم دروسه متاعه في الجامعة. محمد الزواري أصبح ملاحقا أمنيا وأصبح مطلوب في قضايا تحركات طلابية. بين أي أعوام تحديدا؟ في سنة 91 اضطر للاختفاء ووقع حرمانه من الدراسة متاعه. محمد بذكائه وفطنته تمكن باتصالاته الشخصية أن يشتري جواز السفر ويحمل اسم مراد. اكتشف أن الصورة اللي تحمل جواز السفر صورة شخص سمين، وجهه معناها خشين، مراد الحقيقي. مراد الحقيقي، بينما محمد في اللحظة هي كان بحكم الاختفاء والظروف الخاصة اللي عايش بها ضعيف، استعمل القطن ووسائل أخرى وحطم بين الأسنان وبين فهمتي باش يكبر الحنيكة نتاعو، ودبش كثر من دبش فهمتي ولا علاقات ثلاثة وساوي كبار وخشان باش يظهر هو معناها في هيك الحجم وصورة هيك، هو مضطر في كل مسافة طول المسافة هو يمشي وفمه معناها منتفخ حتى يكون على الأقل فما شبه وفما أنت لا حدود مع راس الجدير. وهل مر على الأمن هذا الأمر؟ مر الحمد لله وستر ربي سبحانه وتعالى وتمكن من العبور. ومن تلك الفترة إلى 2011 عائلته الكبرى وزوجته كل يعرفوا باسم مراد. ما هي قصة مراد؟ هو خرج فيه من هون من تونس بس هو مزور زي ما بيقولوا باسم مراد. باسم مراد
ومشى في ليبيا، من ليبيا للسودان، وبعدين هنيك عمل جنسية جديدة سودانية. ومتى تعرفتي على اسمه الحقيقي؟ بعد عام ونص من الزواج. طول الفترة السابقة قبل عام ونصف اسمه مراد؟ اسمه مراد، ما نعرف انه اسمه محمد الا بعد عام ونص. ورغم ذلك واضح انه انت حتى بعد ما افرج عن اسمه الحقيقي بقيتي تنادي مراد؟ ظلت نادي مراد لحد الان، انا بنادي مراد لحد هاي اللحظة، حتى بعد ما استشهد الله يرحمه. انا المراد مات، مراد مات، ما ناديته، ما قلت له محمد. محمد أو مراد كما عرفه كثيرون، كان قد التحق في السودان بمنشأة للتصنيع. أستاذ رضا، ما طبيعة العمل الذي جمعكم في السودان؟ في السودان أنا المصنع اللي كان عندنا بالسودان كنت أنا أديره أساساً، لما أسسته على أساس أنه نصنع ماكينات نجارة، وفعلاً صنعنا ماكينات نجارة، وهو ساهم معي يعني لما جاء للسودان كنت أنا بديت الشغل، فساهم معي على مستوى التصنيع وعلى مستوى التصميم. هل نشط الشهيد محمد الزواري في التصنيع الحربي في السودان؟ هو احنا بعد ما طلعنا من السودان تركنا المصنع، اشترته جهة سودانية اللي هي التصنيع الحربي، وكان شرطهم انه يضل مراد يشتغل معهم، فطلبوا منه، سكروا المصنع وطلبوا منه انه يروح يشتغل معهم في التصنيع الحربي. في عام 2006 انتقل محمد الزواري للعيش في سوريا، وارتبط هناك بكتائب القسام، حيث التحق بالوحدة المختصة بتطوير الطائرات بدون طيار، ليصبح لاحقا الركن الأساسي في نجاح هذا المشروع. خبطوا العباس. مع تطور المشروع قبل حرب إسرائيل على غزة عام 2008، استثمرت كتائب القسام حينها علاقتها مع إيران لتطوير منظومة الطائرات المسيرة، حيث زار إيران فريق من كتائب القسام يشرف عليه محمد الزواري شخصياً. هل ساهمت زيارة محمد الزواري وفريقه إلى إيران في تطوير هذا المشروع، مشروع الطائرات بدون طيار، بشكل نوعي واستراتيجي؟ فريق العمل وعلى رأسه الشهيد محمد ذهب في زيارة استكشافية لإيران، وقد التقى الفريق خلالها مع فريق الخبراء الإيراني، وكان هذا الفريق مختصا في مجال الطائرات بدون طيار، والذي أبدى استعدادا وحماسا عاليا لمساعدة الشهيد الزواري وتدريبه وإعطاء المشروع دفعة قوية. وللعلم، فقد تفاجأ الإيرانيون من المستوى المتقدم للفريق والخبرة التي تراكمت لديه، حيث كان الفريق حتى تلك اللحظة قادرا على تصنيع الطائرة وإطلاقها يدويا. وبناء عليه، فقد صمم الخبراء الإيرانيون برنامج تدريب مكون من 3 مراحل شملت الطيران والاتصال والتحكم والتصنيع. استمر البرنامج مدة 6 أشهر تقريبا، أي نصف الفترة التي كانت مخصصة لذلك، حيث أبدى الشهيد الزواري وفريقه براعة كبيرة وانسجاما تاما مع فريق الخبراء الإيراني. ظهرت براعته في كل المراحل، مع العدوان الصهيوني على غزة عام 2008 واندلاع حرب الفرقان، كان الفريق قد أتم مرحلة التصنيع، واستطاع صناعة 30 طائرة في إحدى منشآت الصناعات العسكرية الإيرانية. بعد نجاح النماذج التي عمل عليها في إيران وسوريا، قرر القسام إرسال محمد الزواري إلى فلسطين.
في الفترة التي كان يعمل فيها الشهيد القائد المهندس الطيار محمد الزواري هو وفريق عمله على بناء وتطوير مشروع طائرة بدون طيار، كان هناك فريق آخر في غزة يعملون على بناء وتطوير هذا المشروع والذي أطلق عليه مشروع براق، حيث كان يتم تبادل الأفراد والخبرات بينهما، وكان فريق غزة قد قطع شوطا لا بأس به في هذا المشروع، لكن واجهته بعض التحديات على تطوير وبناء هذه الطائرة من ناحية الحجم والإمكانات والتقنيات، فكان لابد من وجود فريق عمل يرأسه القائد محمد الزواري، وبالفعل تم مجيء الشهيد القائد المهندس محمد الزواري إلى غزة هو وفريق عمله، وتم بفضل الله عمل هذا الإنجاز العظيم النوعي بمساعدة من فريق غزة، وعمل الفريقان كفريق واحد ليل نهار حتى بفضل الله عز وجل تم إنجاز هذا المشروع. في هذا التحقيق نعرض مشاهد حصرية تبث للمرة الأولى لمحمد الزواري على أرض غزة، يجري فيها اختبارات ميدانية ناجحة لطائرات الأبابيل التي شكلت نقطة فارقة في مقاومة القسام خلال حرب عام 2014. هل كانت زيارة واحدة لغزة أم أكثر؟ بالطبع، فقد تبعت الزيارة الأولى للشهيد القائد محمد الزواري زيارتين كانت بين العامين 2012 و2013، وكان إجمالي مكوثه في غزة حوالي 9 أشهر. أبدى خلالها محمد وفريقه عملاً رائعاً، حيث استكملوا بناء وتطوير مشروع براق، ذلك المشروع الواعد. ما هي المخاوف لدى إسرائيل من امتلاك حماس للطائرات بدون طيار؟ وبرجع شيش لحماس يقولت كذا. إذا ما أصبح لحماس قدرة مثل هذه طائرات بدون طيار، فمن شأن ذلك أن يحسن قدراتها التي ندعوها في إسرائيل إرهابا ضد إسرائيل. فإذا ما بقي الوضع مقتصرا على صواريخ يمكن التغلب عليها بواسطة القبة الحديدية مثلا، لكن إذا ما أصبح لديهم طائرات بدون طيار فذلك يعني انتقال حماس إلى مستوى جديد من امتلاك القدرات. لذلك فإن مصلحة إسرائيل الكبيرة هي إحباط هذه القدرة قدر الإمكان قبل وصولها ليدي حماس. ما هو الهدف من سعيكم الدؤوب لامتلاك هذه الطائرات، الطائرات بدون طيار؟ طائرات بدون طيار هي سلاح يمكن استخدامه وتوجيهه عملياتياً، يمكن استخدامها بشكل وتسييرها بشكل دقيق، مما يعني أننا نستطيع استخدامها ضد الأهداف العسكرية المعادية وتحييد المدنيين قدر الإمكان. في تحقيقنا هذا كشفت لنا كتائب القسام مشاهد حصرية لوحدة التصنيع للطائرات المسيرة داخل غزة، حيث تظهر مناورة ناجحة لدفعة من الطائرات الجديدة التي حملت صور الشهيد محمد الزواري. محمد الزواري الشخصية التي عملت في الظل، اشتهر في محيطه بتكتمه الشديد والعمل في صمت. سيدة ماجدة، هل كنت تعرفين عن محمد الزواري هذا النشاط الكبير له في مجال المقاومة الفلسطينية؟ لا كتومي كان ما يحكي، كان عادي يعني إنسان عادي من خدمته للبيت، وشو اسمه ومرات يسافر ويسافر اللي عندي مثلا شركة نحب فيها أجهزة تبع الطيران اللي نحب نمشي نشوفها، بس ما عندي أي علم بالجهة تاع فلسطين، ما عندي علم فيها إلا بعد ما استشهد. يا توانسة ما عادش خوف، المجرم هرب، المجرم هرب، بن علي هرب، الشعب التونسي ما يموت، الشعب التونسي العظيم، تحيا تونس المقاومة.
في يناير كانون الثاني عام 2011 سقط نظام بن علي، وسقطت معه جدران الخوف لدى التونسيين. قرر مراد العودة إلى تونس ليستعيد اسمه محمد الزواري بعد حرمانه منه لأكثر من 20 عاما. الحمد لله احنا ثورة تونسية من بين الأشياء اللي بنته ما كانت رجوع كل المهاجرين. وفي جنب في 11 التقيت محمد بعد 20 سنة من الهجرة القصرية. فور عودته إلى تونس توجه إلى جامعته في صفاقس ليكمل دراسته التي حرمه نظام بن علي من استكمالها. أول ما التقيت معه قال لي محمد حب نرجع للدراسة نتاعي، لأنه تعرف أنت تحرم باش يكمل ختم الدراسات الهندسية. قال لي حب نرجع نقرأ. قلت له محمد بعد 20 سنة قال لي أنا حريص الرجوع للدراسة، حب نكمل دراسة ونأخذ شهادة من بلادي من تونس. هل كان محمد الزواري عالما متميزا في الكلية هنا؟ والله هو الشهيد محمد الزواري من في الهندسة الميكانيكية هو من نجباء. كل ما أتى به الشهيد محمد الزواري هو يعتبر أشياء جديدة في المختبر. كان له السبق أنه العلوم هذه الدقيقة تكون معناتها مجال بحث هنا في المدرسة القومية للمهندسين عن طريقه، عن طريق خبراته، لأنه هو ما شاء الله هو شخص متميز خاصة في مجال التطوير، وهذا ما برع فيه الشهيد محمد. ونحن صغار ندرك أنه عبقري وأنه عالم، ولو استطاع أن يعرض نفسه على أغلب الدول التي تشتري في العقول كان يكون أولهم. لو كان أراد الدنيا لجاءت له تسعها. إسرائيل تفعل كل ما تستطيعه لتطوير قدراتها العسكرية، وبالتأكيد لو كان لديها شخص مثل محمد الزواري كانت ستحاول تسخيره من أجل الصناعات العسكرية الإسرائيلية، هذا لا خلاف عليه. لكن الفارق هو في نظرة الجمهور في إسرائيل إلى مهمة الجيش الإسرائيلي الدفاع مقابل ما تحاول حماس فعله. وفي نظر الجمهور الإسرائيلي فإن الفارق كبير جدا. بعد عامين من عودته إلى تونس عقب انتصار الثورة التونسية، نجح الشهيد محمد الزواري في تأسيس أول جمعية للطيران هنا في مدينة صفاقس عرفت باسم نادي طيران الجنوب. حول الشهيد النادي إلى مختبر لأبحاثه العلمية ونافذة للمواهب المحلية في تطوير واحدة من أعقد الصناعات، الطائرات بدون طيار. كيف حول النادي خبرتك؟ هل تحولت الموهبة أو الحلم إلى واقع حقيقي بالنسبة لك؟ في النادي كانت عندنا تكوين، التكوين هذا يستمر على مقسم إلى 4 مراحل، إلى 4 أقسام، كل مستوى فيه مرحلتين، مستوى مبتدئ ثم مستوى متقدم ثم مستوى محترف ثم مستوى خبير. كيف تحولت يعني أنت بالنسبة مع الشهيد محمد الزواري، كيف تحولت من طالب علم إلى منفذ لهذا المشروع؟ مع السيد محمد الزواري كان معناتها يوفر لنا جميع المستلزمات للطائرة ويعلمنا كيف معناتها حتى إن لم توجد بعض كيفية تصنيعها. بس وهذا الشيء بسطونا سيد محمد وعلمنا كيف معناتها التصنيع من أبسط الأشياء من مجموعة مواد بسيطة تصنع طائرة. ماذا عن تمويل النادي؟ كيف يعمل النادي ماليا أثناء الشهيد محمد؟ أثناء الشهيد محمد كان هو الشخص الوحيد الذي يمول النادي، يوفر المكونات. ما آخر ما وصلت إليه في هذه الإنتاجات وهذه الصناعة؟ آخر إنتاج كان لنا بحضور الشهيد محمد الزواري هي الأرباس 320، هي طائرة مزودة بمحركين، طول الجناح متران و20 سنتي وطول الجسم 1.80 متر. هي من المفترض وزنها لا يتجاوز 4 كيلوغرام.
لم يكتفي محمد الزواري بالتحليق في علمه وتصنيعه في السماء، فقرر أن يغوص في البحر ليخصص أبحاثه وإبداعه في تطوير غواصة يتم التحكم فيها عن بعد لتكون سلاحاً جديداً بيد المقاومة. الخميس 15 من ديسمبر كانون الأول عام 2016، داخل سيارته وأمام منزله في وضح النهار هنا في منطقة طريق منزل شاكر في مدينة صفاقس، عثر على محمد الزواري مدرجا بدمائه. أراد الجنات أن يقفل ملف الرجل الصامت سريعا وأن تمر جريمة اغتياله بصمت تخطيطا وتنفيذا. سيدة ماجدة، ماذا تتذكرين من لحظات اغتيال محمد أمام المنزل؟ الساعة 2:00 أنا في المطبخ أسمع لك صوت رصاص، 3 رصاصات قوايا كتير طوالي، طلعت لبرا مشيت على الجنينة طلعت حليته الله يرحمه، لقيته البلار كله متكسر، السيارة كلها مكسرة بالبلار، وهو عامل هيك وهو عامل هيك الله يرحمه، وأنا نادي يا مراد يا مراد رد علي يا مراد. أنا أول واحدة وقت طلعت على الشارع ما في حدا، الحارة فاضية ما في ولا واحد، ضل بالسيارة مرمي من الساعة 2:00 للـ5:00 هو مرمي بالسيارة، البوليس إجا بعد ساعة تقريبا. كم عدد من أطلقوا النار؟ يعني هني قلت لك أنا ثم زوز أطراف هما يعني الشخصان هما اللي عندهم معناها العلاقة الأجنبيين، فهمتي، من غير ما ندخل بطبيعة الحال في سرية الأبحاث وسرية التحقيق. نجحت مع فريق ما خفي أعظم في الحصول على نسخة حصرية من محاضر التحقيق التونسية، بناء على ما حملته من حقائق تمكنت من إعادة رسم مشهد الاغتيال من جديد على بعد بضع مئات من الأمتار من مكان الاغتيال. وجد الأمن التونسي سيارة من نوع رينو ترافيك تحمل أثار دماء وبداخلها 3 فوارغ رصاص وحقيبة عازلة للماء تحتوي على مسدسين كاتمين للصوت. كما عثرت على سيارة أخرى بداخلها شرائح اتصال تونسية تعود لمواطنين تونسيين. نجحت قوات الأمن التونسي في اعتقال مستأجري السيارتين ليتضح أنهما قاما بذلك بطلب من صحفية تدعى مها بن حمودة التي غادرت تونس إلى العاصمة المجرية بودابست قبل يوم واحد من تنفيذ الاغتيال، علماً أنه تم اعتقالها لاحقاً بعد استدراجها من قوات الأمن التونسية. كم عدد المتهمين فعلياً؟ عدد المتهمين يعني كما قلنا نحن توا ثم ثلاثة بطاقة إيداع، زوز رجال وامرأة، والأبحاث ما زلت يعني رجلان وامرأة، والبقية الأطراف تم إبقائهم بحالة سراح، وهذا لا يعني أن الأطراف اللي أصدروا في حقهم بطاقة إيداع هم الأطراف يعني الفاعلة في العملية. عملية اغتيال محمد الزواري خطط لها تخطيط يعني غير عادي، تخطيط لا يمكن أن تقوم به مجرد عصابة أو مرتزقة، هو تخطيط يعني مسبق لأشهر إن لم يكن لسنوات. في بداية شهر أغسطس آب عام 2015 تواصل شخص ادعى أن اسمه كريس سميث مع الجامعة التي يطور فيها محمد الزواري أبحاثه، يقدم نفسه كمدير تنفيذي لإحدى الشركات التقنية
التي ترغب في التعاون مع الجامعة في مجال الطائرات بدون طيار. هل قابل كريس سميث محمد الزواري هنا؟ تقابلوا في فرصة وحيدة تقابل فيها مع المرحوم. هل أفصح لك الشهيد عن أي شكوك أو قلق إذا كريس سميث؟ أي هو الشكوك هي موجودة لأنه شخص ينقطع خبر معناته يأتي لمدة معينة ثم ينقطع ثم يبحث على مواضيع معناته تهم الطائرات ورغم اللي احنا ما ناش معناتها مختبر موش بارز جدا هذا أثار الشكوك وخاصة شكوك الشهيد معناته. بعد التدقيق والتحقق اتضح أن المعلومات التي قدمها كريس سميث عن نفسه كانت كاذبة باستثناء أنه قدم من العاصمة المجرية بودابست حيث كانت الخلية الأساسية تنشط لتخطيط وتحضير عملية اغتيال محمد الزواري. عند النظر إلى المشتبهين باغتيال الشهيد محمد هل كريس سميث وضع من قبل الأجهزة الأمنية في دائرة الاتهام؟ هو متهم أنت متأكد هو الله أعلم هل كان موجود يوم الاغتيال أو في تخطيط للاغتيال بس مؤكد أنه هو من جملة المجموعة اللي أتت وخططت للاغتيال. طبقا للوثائق التي تسربت لنا يقوم شخص استخدم اسم يوهان بنشر إعلانين منفصلين من خلال مواقع وسائل التواصل الاجتماعي يعلن فيهما عن وظائف باسم شركة هيدلاند إيفنت وأخرى باسم سويس مانجمنت ينجح في استقطاب الصحفية التونسية مها بن حمودة إلى الشركة الأولى واستقطاب شابين تونسيين آخرين إلى الشركة الثانية وهما سالم السعداوي وسامي المليان. في 23 من آب أغسطس عام 2016 يلتقي سالم وسامي في أحد فنادق العاصمة النمساوية فيينا شخصاً يعرف نفسه لهما بأنه فتحي ميدو وأنه مصري الجنسية والآخر يقدم نفسه باسم يوهان هولندي الجنسية. بعد 4 أيام تصل مها بن حمودة إلى فيينا وتلتقي يوهان أيضاً في ذات الفندق حيث يقدم لها فتحي ميدو لكنه يعرف نفسه لها هذه المرة باسم آخر وهو سليم بوزيد وأنه مغربي الجنسية. يوكل لها الاثنان مهمة تصوير مقابلات لفيلم تنتجه شركتهما حيث يطلبان منها التركيز على شخصية تونسية تنشط في مجال صنع الطائرات بدون طيار يدعى محمد الزواري ويعرضان عليها مقطع فيديو يظهر فيه الزواري وهو بصدد إطلاق طائرة مسيرة. بعد تحليل البيانات الواردة في وثائق التحقيق فإن جهة الاغتيال التي نشطت في العاصمتين فيينا وبودابست لم ترغب في تجنيد عملاء بالطرق التقليدية حيث قامت منتحلة أسماء شركات وهمية بتوظيف عدة مجموعات بشكل منفصل اكتشف الأمن التونسي منها فريقين فقط حتى اللحظة. الأول فريق الصحفية مها الذي أوكل له تتبع وتصوير محمد الزواري والفريق الثاني ضم سالم وسامي وأوكل لهما شراء شرائح اتصال تونسية وسيارتين كما طلب منهما استئجار منزل يطل على نادي الطيران حيث ينشط محمد الزواري. قبل 3 أيام من الاغتيال يطلب يوهان من سامي وسالم أن يتركا السيارات المشترى في طريق منزل شاكر غير بعيد عن منزل الزواري والانصراف. يرفض سالم السعداوي ذلك الطلب لأن السيارات مسجلة باسمه ولا يمكن لشخص أجنبي استخدامها. فوراً يغضب يوهان ويبلغ الشابين بإنهاء عقد عملهما ويطلب منهما بيع السيارات. حسب التحليلات الأمنية التي اطلعت عليها الجزيرة كان الموعد المقرر لاغتيال الزواري هو 14 من ديسمبر وكانت الخطة أن يغادر سامي وسالم تونس إلى البرازيل في اليوم الذي يسبق يوم الاغتيال
بهدف التخلص منهما وإخفاء أي أدلة تقود للمنفذين. مع هذا التطور استحضرت الخطة البديلة. يتصل سليم بوزيد مساعد يوهان بمها بن حمودة بعد توقف الاتصال معها كلياً أكثر من شهر. يطلب منها استئجار سيارتين بحجة استخدامهما بواسطة أصدقاء له في تونس. تقوم مها فعلاً باستئجار سيارتين حسب المواصفات التي حددها بوزيد، وهما سيارة كبيرة من نوع رينو ترافيك وأخرى صغيرة من نوع كيا بيكانتو، وتركنهما في طريق منزل شاكر كما طلب منها. بعد ذلك يطلب منها بوزيد أن تغادر البلاد يوم 14 من ديسمبر، أي قبل يوم واحد من الاغتيال، باتجاه بودابست، حيث ترك لها في الفندق هدية تمثلت في مبلغ من المال وعلبة حلوى يعتقد أنها مسمومة. قبل الاغتيال تمكن منفذو الهجوم من استلام السيارات والتنقل بحرية في مدينة صفاقس. الساعة 10:30 صباحاً تصل على بعد كيلومتر من منزل الزواري سيارة الرينو ترافيك على متنها شخصان، متبوعة بسيارة الكيا بيكانتو. ينزل منها شخص يلتحق بالاثنين الآخرين ويترك سيارة البيكانتو في مكانها. في حدود 11 صباحاً ينتقل الفريق إلى مقهى توينز. ينتظر اثنان منهم داخل المقهى عودة محمد الزواري إلى منزله قرابة الساعة 2 ظهرا. ترصد كاميرا مراقبة وصول سيارة الرينو ترافيك ليغادرها شخصان مقنعان. يستقلان سيارة الكيا المتوقفة ويغادران المكان، ومن ثم تختفي آثارهما. في ظل حالة التكتم من قبل السلطات التونسية حول كيفية وصول منفذي عملية الاغتيال وهروبهم من البلاد، قادتني بعض المعلومات التي حصلنا عليها إلى إمكانية استخدام المنفذين لميناء صفاقس البحري الذي يبعد حوالي 5 كيلومترات عن منزل محمد الزواري. خلال استجوابهما تعرفت مها بن حمودة وسالم السعداوي على أحد منفذي الاغتيال اللذين ظهرا في كاميرا المراقبة، وهو سليم بوزيد، الشخص الذي التقاهما في فيينا، فيما أدلى نادل مقهى توينز بشهادته حول المنفذ الثاني، حيث تطابقت أوصافه مع أحد البحارة الروس ويدعى مارشينكو أفغيني، الذي اتضح مع البحث تواجده في المنطقة، حيث كان قد قدم على متن باخرة إلى ميناء صفاقس قبل يومين من الاغتيال. اتضح في التحقيقات أن الباخرة لم يكن مجدولا قدومها للميناء في ذلك اليوم. بحسب الوثائق التي حصلنا عليها، نجحت قوات الأمن التونسي في توقيف البحار الروسي بناء على شهادة النادل. في اليوم التالي تراجع النادل عن شهادته وقال إن الأوصاف اختلطت عليه، ثم أطلق سراح البحار الروسي. بعد البحث وصلت إلى النادل الذي يعد أحد الشهود الرئيسيين في هذه القضية،
والذي انتقل إلى العمل في مقهى آخر. أنت شو المانع يعني؟ شو عندك بس تخبي يعني؟ بس مش تقوله للصحافة يعني. هو ما بحبوش. هو ما غادي أصلاً. مين هم اللي بحبوش؟ هل صار عليك ضغوط يعني؟ لا في محطة ضغوط يعني. ما ماشى. لا ما تسويش مشاكل بعض. لا 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 لا. لا عندي جاء صحيح. صحيح تعرفت على واحد وبعد بيوم ما قدرتش يعني غيرت الرائحة ولا؟ أما مش هو رب. أكدت أنه مش هو رب. أكدت أنه من الحديث معها من كيف قالت أكدت أنه مش هو. اللافت أيضا أن الحقيبة التي احتوت الأسلحة التي تركها منفذو الاغتيال في السيارة كانت من النوع المضاد للماء والتي عادة يستخدمها البحارة، مما يعزز مزيدا من الشكوك حول البحار وحول طريقة إدخال الأسلحة من جهة البحر. سيد محمد، ولكن هناك حديث عن بحار روسي خرج من ميناء صفاقس في يوم اغتيال محمد الزواري وكان قد دخل إلى داخل المدينة ومر على أحد المقاهي البعيدة عن الميناء، تم توقيفه بعد حادثة الاغتيال ومن ثم تم إطلاق سراحه. هل من تبرير لديكم لإطلاق سراحه؟ لا أستطيع أن أجيب ببساطة على هذا السؤال، لأنه في جزء منه هناك جانب من الحقيقة، في جزء آخر هذا يبقى من يعني متعلق بسرية التحقيق. لا أريدك أن تجيب على هذا الموضوع، أعرف حساسيته، لكن ما الذي يثيرك في هذا الأمر؟ هناك عديد التساؤلات، وفي هذه المسألة بالذات هناك غرابة، لأنه البحارة الأجانب في ميناء صفاقس يتنقلوا أو يحتسيوا قهوة على بعد 5 كيلو من وسط المدينة في مكان قريب جداً من مكان اغتيال الشهيد، يطرح عديد التساؤلات. هل سألت قاضي التحقيق على الأمر؟ لا، لم أسأل إلى حد الآن، لأنه مثل ما قلت إلى حد الآن مجرد أنه أعلننا نيابتنا، أعلمنا قاضي التحقيق بنيابتنا عن عائلة الشهيد محمد الزواري، وننتظر في الاستماع إليهم لتقديم طلباتنا لاحقا. لم يستمع لكم حتى اللحظة؟ إلى حد الآن لم يحصل ذلك. 5 شهور لم يستمع لك. يعني لا مش لم يستمع لي، لا حكيت مع قاضي التحقيق لكن مش بطريقة رسمية. ما هي مشكلة صح؟ أكيد، لكن ما نقدرش أنا نجي نقدم له طلباتي والملف غير مكتمل. يعني هل كل شيء ممكن؟ إذا كان يحبوا ما شو تقول لك أنا؟ إذا كانوا يقولوا يحبوا تقول لي نعطيك سؤال، شكون اللي يحب؟ السلطة السياسية ولا السلطة القضائية؟ كان ماش نقول السلطة السياسية، يقول لك يعني السلطة، نتكلم على استقلال القضاء ودستور 2014، تقول لي معناتها السلطة مش تحكم في القضاء، برا عاد باش ندخلوا في المتاهات هذه. بالحق معناتها إذا كان مش تكلموا خارج التسجيل. لا تفهم، ناخذ كتاويز. خلص تمام، ممتاز. في هذا الملف هل تم استجواب أي أشخاص من جنسيات أجنبية على الأرض التونسية؟ لا، ما زلت. هناك خرج في الإعلام أنه تم استجواب أشخاص روس كانوا على متن باخرة، هل هذه حقيقة أم إشاعة؟ من هذه الجهة؟ ما هو لأنه توا تكثر الجهات وتكثر المصادر الرسمية. هل هذه حقيقة أم إشاعة؟ المصادر القضائية، لا، أنا لا أعلم بها بما ما تفضلت به. وبالنسبة للباخرة الروسية، هل هي معلومة صحيحة ولا أيضا في إطار الإشاعات؟ كيفاش؟ بالنسبة للباخرة الروسية في ميناء صفاقس، هذا سبق لي أنه خاطر كي باش نقول لك صحيح، معناها أنا دخلت في سرية الأبحاث وأنت قاعد تروق فيا وأنا ما نزلش باش نروقك، زاد ما يسالش. وإذا كان باش نقول لك لا، معناها أنا راني دخلت سرية الأبحاث، أنا لا أعلم. شكرا لكم. الصحفي الإسرائيلي مؤاف فرداي تمكن من الذهاب إلى تونس مستقصياً أثار أقدام فريق الموساد الإسرائيلي على عتبات منزل محمد الزواري في قلب صفاقس. مؤاف، أنت ذهبت إلى صفاقس، شاهدت أثار العملية وتابعت طريقة تنفيذها. من قام بتنفيذ عملية اغتيال محمد الزواري؟
إذا ما ربطت الأمور واحدا تلو الآخر فإنك ستصل لاستنتاج مفاده أن إسرائيل كما يبدو هي من يقف وراء الاغتيال. أنا كنت في ميدان الاغتيال، ومما لا شك فيه فإن الحديث يدور عن عملية نفذت بمهنية عالية. وكم عدو يوجد لحماس يكون لديه مصلحة كبيرة جدا في تعريض نفسه للخطر في عملية جريئة جدا كهذه على أرض دولة أجنبية من أجل تصفية شخص قام بعمل لصالح حماس. فإسرائيل كما يبدو واضحا هي التي لديها المصلحة والقدرة أيضا على تنفيذ أمر كهذا. أولو مأونيان أولو يخول لبتسع خصول شكرزي على أدمى تونسيا. نعرف أنكم تتمتعون بالسرية والكتمان فيما يتعلق بالعمل خارج الأراضي الفلسطينية، والسؤال هنا: لماذا قررتم صراحة الإعلان عن أن الشهيد محمد الزواري هو قائد في كتائب القسام واتهمتم إسرائيل باغتياله؟ العدو كان يقدر أن كتائب القسام ستفضل الصمت على جريمة اغتيال الشهيد القائد محمد الزواري، وأنه سوف يحدث صدمة لكتائب القسام تفضل عليها الصمت. داخل قيادة كتائب القسام كان الأمر قد حسم منذ اللحظة الأولى لاستشهاد القائد محمد الزواري، ومن هنا جاء الإعلان عن استشهاده، فخسر العدو مرة أخرى في معركة الوعي، وكسبت المقاومة نوعيات وطاقات جديدة، وكان استشهاد محمد الزواري محركاً وملهماً لها. وسأكشف أن هناك العديد من العلماء والخبراء يتهافتون للعمل مع كتائب القسام والسير على درب الشهيد القائد الطيار محمد الزواري. هنا في تونس أصبح العالم المقاوم الشهيد محمد الزواري أيقونة يفتخرون بها ويتحدون حولها. تفاصيل مسيرته النضالية التي انجلت بعد اغتياله أماطت اللثام عن جانب من عقول عربية أبدعت رغم التهميش والمعاناة في أوطانها، عقول لم تخطئ البوصلة وعرفت الطريق، فعملت بصمت وتميزت فيما أنتجت وصنعت، وحتماً في إنتاجاتها ما خفي أعظم.